أهلا بيكم، أهلا بيكم للمرة الثانية. بنقدم حلقة جديدة من حلقات شاشة نص الدنيا. الحلقة الثانية مختلفة جدا، بطلتها شخصية كلكم بتحبوها. أنا عارف كويس جدا جدا لما أقول لكم على اسمها هتتذكروا كل حاجة جميلة فيها، هتتذكروا هنومة، هتتذكروا عزيزة، هتتذكروا شفيع القبطية. كل الأفلام اللي عملتها كان ليها صدى كبير جدا. قال عنها الموسيقي والمطرب والمغني والممثل الأمريكي ديم مارتن إنها من أفضل الحاجات اللي بيحبها في مصر. لما زار مصر قال لهم أنا بحب حاجات في مصر، من ضمنها الهرم، من ضمنها قناة السويس، من ضمنها الشيشة وهند رستم. هند رستم أو هند حسين مراد رستم، بنت الإسكندرية، بنت محرم بيك. يمكن ناس كتير ما يعرفوش إنها هي مش أول فيلم عملته زي ما بيقولوا غزل البنات، اللي كانت فيه على الحصان مع ليلى مراد في اغنيه اتمختار يا خير. ما كانتش دي اول مشهد ليها كومبارس زي ما بيقولوا في عمل فني، لا، قبل الفيلم ده كان فيه اكتر من عمل فني قدمته هند رستم، لكن لم يتم القاء الضوء عليه. يعني هند رستم لما جت من اسكندريه الى القاهره جت قدمت فيلم اسمه ازهار واشواق، ده كان مع مديحه يسري، كان في البداية، وبعديها قدمت نرجس وقدمت أكتر من عمل. هي فعلا الفيلم اللي قدمته مع نجيب الريحان وليلى مراد ويوسف وهبي كان كومبارس، كانت ظاهرة فيه على الحصان، وكانت الأغنية اتمختار يا خيل، لكن البداية الحقيقية ليها كانت في أزهار وأشواق. هي فعلا عملت أكتر من عمل، الأعمال اللي تصنف ضمن أفلام الإغراء، ومنها طبعا الأفلام المجموعة اللي عملتها مع المخرج الكبير اللي هو حسن الإمام. حسن الإمام هي كانت دايما بتقول إن هو أنا قبل حسن الإمام مرحلة وبعد حسن الإمام مرحلة تانية، إلى أن حصلت المشكلة الشهيرة بتاعت ردة قلبي لما تعاقدت على ردة قلبي مع عز الدين ذو الفقار، وكان باستشارة، هي استشارت أسيا ساعتها وقالت لها أنا لو كملت، أنا ماضي عقد احتكار مع حسن الإمام، طب أنا لو عملت ردة قلبي هل حسن الإمام هيزعل؟ قالت لها لا، إن عقد الاحتكار بتاعك بيتيح ليكي إن تقدمي أكتر من عمل فني بعيدا عن العقد. وده كانت البداية المشكلة اللي يمكن استمرت أكتر من سنة وحصل فيها زي ما بيقولوا قطيعة، لكنهم رجعوا تاني في شفيع القبطية، ولما رجعت رجعت بقوة. هي دايما كانت بتقول مثلا ان في حياتي فيلمين انا بعتبرهم دول احب الافلام الى قلبي، منهم الراهبة اللي صورته في لبنان وكان عن الاختين وعملت فيه دور صعب جدا جدا، هي كانت قالت انا تعبت في الفيلم ده، والفيلم الثاني طبعا كلمة شرف مع فريد شوقي اللي هو كان اثر في تغيير قوانين السجون في مصر. زي ما بقول يعني ما كانتش مجرد ممثلة عادية، ممثلة بتمثل افلام عشان تبقى موجودة في السوق أو تبقى أفلام تجارية، لكن كانت ممثلة بتحاول. يمكن فترة الخمسينات والستينات كل الموجودين على الساحة كانوا بيحاولوا يغيروا من طبيعة أدوارهم، وده كان بيلاقوا صعوبة. يمكن كان النمط السائد هو الأفلام الكوميدية، الأفلام العادية، الأفلام اللي فيها شوية إغراب، لكن أفلام القضايا الساخنة أو اللي بتعبر عن المجتمع دي كان من الصعب، يمكن كانت نادرة، كانت قليلة، مش نادرة، كانت قليلة، يمكن للظروف السياسية اللي كانت فيها الفترة دي. زي ردة قلبي مثلا، ردة قلبي كان من الأفلام اللي عز الدين ذو الفقار كان نوع من التحدي وقدمه، طبعا انتوا عارفين الموضوع عن الثورة، ثورة 52 وعن الفوارق الطبقية في المجتمع. هند رستم قبلت انها تعمل الدور ده وعملته فعلا، وده كان بداية زي ما بقول لكم الخلاف ما بينها وبين حسن الإمام، لكنهم رجعوا تاني بعد كده لما عملوا شفيع القبطية. حتى لما عملوا شفيع القبطية حصلت فيه بعض المشاكل. المشاكل ازاي؟ لان في شفيع القبطية راحت اول يوم رايحة تصويره وكان حصل نوع من التصالح، خلاص حصل صلح ما بينهم وما بين حسن الإمام، فوجئت بان المشهد اللي عايزين هتمثله او تقدمه من 8 صفحات. هي متعودتش تعمل مشاهد مع حسن الإمام من 8 صفحات، وده صعب جدا. فخدت الموضوع خلاص، كانت هتزعل وقالت رجعوا البطلة الأولانية اللي انتوا كنتوا هتتعاقدوا معاها، وكانت فعلا هدى سلطان اللي كانت هتعمل الدور. فحصل تدخلات وصلح، وطبعا هتعمل المشهد، خدت دور من العين، دخلت حفظت المشهد كامل كله وقالت انا خلاص همثل المشهد، وبدأت تمثل هند رستم قدام الكاميرا وحسن الإمام واقف مذهول من الأداء المستمر طول المشهد. مفيش طبعا زمان كان فيه صعب جدا يقطع المشهد
مره واحده وكمل، لان كان العلب الخام اللي هي ال 35 دي غير الايام دي كان في مونتاج وديجيتال وحاجات تانية بتخليك عندك استعداد انك تاخد ثانيه وثانيتين وثلاثه ونص دقيقه. زمان كان يحفظ المشهد لازم يعمل المشهد كامل لو من 8 صفحات. حصل انها قال لها ستوب، فقالت له لا انا هكمل، قال لها لا ستوب هنكمل بكره. فالمساعدين بيقولوا له يا ريس، كان بيقولوا له يا ريس طبعا او استاذنا هي حافظه المشهد، قال لا سيبوها انا عايزها تكمل بكره، دي مش هند رستم دي عند رستم. وطبعا كله ضحك وحصل نوع من التصالح وبدات الحياه ترجع لمجاريها وقدمت شفيقه القبطيه. هند رستم لو رحنا لمسيرتها زي ما بقول فيها افلام تقول الست دي ما عملتش افلام ليها بعد انساني او بعد او فيها قضايا من كتر حبك لادائها الكوميدي. مثلا في اشاعه حب، اشاعه حب ده من رغم انك انت لو بصيت للفيلم هتلاقي هي مش هي البطله، هي ضيف الشرف. القصه بتقول كده، بتقول ان القصه مبنيه على سعاد حسني وعلى عمر الشريف وعلى يوسف بيه وعلى وعلى، لكن نخرج من الفيلم بنضحك على الاداء الجميل اللي كانت بتعمله هند رستم ككوميديان. في ابن حميدو طبعا، وكلنا عارفين ابن حميدو اللي بيصنف رقم واحد او من الافلام الاولى في الاداء الكوميدي اللي اتعملت في تاريخ السينما المصريه، يمكن في الاستفتاءات اللي اتعملت مؤخرا عملها مهرجان اسكندريه السينمائي عن افضل 100 فيلم كوميدي محطوط ابن حميدو ضمن اهم الافلام الكوميديه. وده اكيد طبعا لانها فعلا اداء هند رستم ما بتحسش انك انت بتتفرج على واحده بتبص قدام الكاميرا، كانت بتتحدى زينات صدقي في الاداء، تتحدى احمد رمزي، يعني هي ادائها واداء اسماعيل ياسين كل المجموعه اللي كانت في الفيلم ده بتعبر عن ان فيلم كوميدي من الدرجه الاولى وفيلم كوميدي لن يتكرر، وده بفضل الاداء اللي موجود في كل الابطال ومنهم هند رستم. هند رستم عملت اكتر من عمل كوميدي، يعني حتى لو رحنا للافلام الغنائيه زي انت حبيبي اللي عمله يوسف شاهين، يوسف شاهين كان طبعا بيقلل من قيمه الفيلم ده دايما ويقول لك انا عملته عشان اكل العيش وعملته عشان فريد الاطرش كان صديق وكذا، لكن هو مع انه ما كانش بيعترف به كممثل. يوسف شاهين كان في ناس كتير ما يعترفش بيها كممثلين، مش اولهم طبعا فريد الاطرش، لكن الفيلم ده لو رحنا للقصه نفسها، القصه اللي هي بتدور معظمها بيدور في القطر، وكان القطر حقيقي على فكره، ركاب القطر في ناس اكدوا ان ركاب القطر دول كانوا حقيقيين جدا، لان في ناس ظهرت بعد كده بعد سنوات من الفيلم قالوا اللي قال ان جدتي كانت موجوده في القطر وصورها موجوده، واللي قال ان قريبتي كانت موجوده، وفعلا فيها احد الاشخاص قال ان انا دي اللي كانت موجوده كانت جدتي موجوده في ورا فريد الاطرش وهو بيغني. تعال نروح للأغنية وللأداء اللي عملته هند رستم واللي استحقت عليه فعلا لما بيقولوا ملكة الإغراء، كانت تستحق عليه في الأداء ده، لأنه هي دخل على الأغنية وعلى فريد الأطرش وهو بيغني تحس إن دخل عليك مارلين مونرو مش هند رستم. اللبس الأبيض، الأداء، تقسيمة الجسم، الضحكة، الابتسامة، الشعر، لفت الشعر، كل ده بيقول لك إن دي ست عارفة إزاي تظهر جمالها للصورة، عارفة إزاي تظهر جمالها للكاميرا. هند رستم قدمت نفسها في أكثر من عمل على إنها هي ممثلة بأداء خاص جدا، مش ممثلة عادية زي الممثلة الحاليين. هي كانت بتحب أدوارها، بتحب أعمالها، بتحب طريقة تمثيلها، ولذلك أنت كمشاهد بتحب تتفرج عليها، تحب تشوف هند رستم وهي بتتكلم، هند رستم وهي بتتحرك، هند رستم وهي بتعمل حركاتها. لكن يمكن بعد سنوات طويلة من أدائها شافت نفسها انها كان ممكن تعمل قضايا اكتر واهم من اللي عملته لما كلمة شرف اتعرض يمكن في السبعينات ومع فريد شوقي، وتم تغيير بعض قوانين السجون بسبب هذا الفيلم. قالت ان احنا فعلا عملنا سينما جيدة جدا، سينما بتناقش مشاكل المجتمع. هند رستم يعني قدمت اكتر من 75 فيلم، يمكن انا بعتبرهم بما فيهم من افلام ضعيفه، وكل الناس عملت افلام ضعيفه افلام متوسطه افلام قويه، هي عملت كل حاجه. وزي ما بقول هي ممثله يمكن عرفت ازاي تقف، عرفت ازاي تقول انا ستوب مش هكمل التمثيل تاني. يعني فيلم حياتي عذاب كان اخر فيلم عملته، وهي عرفت ازاي تقف، عرفت ازاي تقول انا ستوب مش هكمل تاني، رغم ان حسن الامام كان عرض عليها
خمس سيناريوهات، وده كلامه هو، انا عرضت عليك يا هند خمس سيناريوهات، ده في احد البرامج التلفزيونية قال الكلام ده، عشان كنت بحاول ارجعك تاني تكملي المسيرة بتاعتك، لكن انت كنت وقفت خلاص، كنت قلت ستوب. هي حتى يمكن في مذكراتها اللي عملتها مع او عملتها في مجموعة حوارات مع زميلنا ايمن الحكيم، قالت حاجات يمكن ناس كتير ما كانوش يعرفوها، حتى وصيتها الاخيرة لما قالت لما يتوفانا الله طلعوني من او جثماني يطلع من الجنازة بتاعتي تطلع من السيدة نفيسة، لان كانت بتروح تزور السيدة نفيسة وهي كانت من روادها ومن محبيها ومن عشاقها. هند رستم ما كانتش زي ما تم اللقب بتاعها ملكة اغراء، لا كانت ذات موضوع ذات اداء ذات فكرة. يعني في اربع مخرجين تحديدا يمكن هي قدمت معهم افضل ما يمكن. لو رجعنا قبل حسن الامام يمكن هي كانت موجودة في عدد كبير من الافلام اللي هي الافلام الخفيفة، لكن كان حسن الامام هي تعتبره افضل من مثلت معاه، اعتقد عملت معاه حوالي 8 افلام او 9 افلام. برضو يوسف شاهين، عاطف سالم، فاطين عبد الوهاب طبعا عملت الاعمال الكوميديه الجميله كلها مع فاطين عبد الوهاب. وجاء في المهل الاخير هي حست ان الامور او الوضع الوسط الفني تغير، ان الوسط الفني لم يعد كما كانت تتمنى. لو حست ان ادائها او عندها طاقه تكمل كانت كملت، لكن هند رستم رحلت وهي راضية عن مسيرتها، وهي عارفة انها قدمت فكرة، قدمت موضوع، قدمت سينما تفتخر بيها، وليس سينما فيها اي شيء من يعني الاستياء من اي عمل فيها. يمكن هي تعتبر كانت، انا حصل بيني وبينها لقاء مرة وكلمتها في التليفون، كان الموضوع في حوالين مين هي سيدة الشاشة العربية، هل فاتن حمامة تستحق لوحدها ان تكون سيدة الشاشة العربية؟ هي انا كلمتها حوالين اللقب ده، قالت هي تستحق لقب سيدة الشاشة العربية، بس احنا مش الخدم بتوع الشاشة العربية، احنا برضو نستحق اللقب، نستحق ان احنا نكون ممثلين، نستحق ان احنا يتقال علينا نجوم الشاشة العربية، اللي احنا قدمنا اكثر من عمل فني يستحق ان احنا يتقال عليه، يعني اثر في المجتمع، اسألوا الجمهور عننا، اسألوا. كان طبعا الخلاف داير ما بين مريم فخر الدين وما بين فاتن وما بينها حوالين مين هي سيدة الشاشة، او مين هل تستحق اللقب سيدة الشاشة لوحدها. فكانت هند رستم بتقول ام شادية راحت فين، ام مريم راحت فين، ام ليلى فوز راحت فين، وكانت بتقول يجب اعطاء الكل حقهم، الكل ادى في السينما المصرية، ادى الفن رسالته. ودي كانت حلقة تانية، انا اتمنى طبعا ان احنا كنا نكمل كتير جدا. هند رستم مش مجرد يعني فكرة احنا بنقدمها بس، لا ده مجرد احنا بنقول اضاءة، زي ما دايما بقول مجرد اضاءة على نجم من اللي خدموا الفن المصري وقدموا افضل ما عندهم. تحياتي.